السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، حيا الله الجميع. اليوم موضوع مهم جدا جدا. اليوم إن شاء الله نبي نأخذ طريقة تربية وتقليم أوراق الفلفل، طبعا بأنواعه، الفلفل الرومي والفلفل الحار والبارد. كذلك نروح إن شاء الله ندخل الباذنجان معه في تقليم وطريقة تربيته. بالطريقة الطريقتين، الطريقة المعروفة اللي هو طريقة الأسبانية والطريقة الهولندية. تتميز الطريقة الهولندية وهي للمحلات التجارية أو المؤسسات أو الشركات الكبيرة للتصدير أو للإنتاج. يشتغلون على فرعين علشان يعطي حجم ثمر كبير جدا، ولكن عدد الثمار يكون قليلا. أما نظيرة هذه الهولندية هي الطريقة الإسبانية، والطريقة الإسبانية تعتمد على 4 فروع بدل من فرعين بالطريقة الهولندية. راح إن شاء الله أسوي الحين الطريقة الهولندية وكذلك الطريقة الإسبانية على بعض الشتلات الموجودة عندي. طبعا أنا هذا النظام لم أقلم هذا النظام من بدايتي في الزراعة منذ 3 شهور كله علشان هذا الدرس. لو تلاحظون هناك الباذنجان أول ورقة أو ثاني ورقة تمت شيلها، أما البقية كلها موجودة كلها عشان هذا الدرس. خلونا نبدأ. راح أبدأ إن شاء الله بهذا بالطريقة الهولندية، أما هذا بخليه بالطريقة اللي هو الإسبانية. طبعا داخل المنازل أو داخل المحميات الصغيرة المنزلية يعني يصير خليها على الإسبانية على أساس تعطيك إنتاج أو أكثر. طبعا هي التربية، خلونا نبدأ من أول شيء. الآن هذا دائما يصير فيه هذا، طبعا هذا محله، هذا يكون في ثمرة يفترض أنه يكون أول ثمرة اللي تكون في النص أو في السبعة بالأحرى، المفروض أن هذه تزال إذا كان النبات هذا داخل على شتاء. أما إذا كان داخل على صيف فالنبات يكون قوي، ما راح يأثر هذا على نمو النبات. بهذا الطريقة احنا نشيل جميع الأوراق في أسفل الساق، كذلك هذه وكذلك هذه نشيلها، وبعدين نبدأ يصير هذا عندنا فرع وهذا عندنا فرع. طبعا هذه طبعا هنا 2 تقاسموا 2، الفرع صار 2 والفرع ذا صار 2. الطريقة الهولندية يعتمدون على 2 بس فقط، فلذلك راح ناخذ جزئين، يعني لازم نختار 2 منهم. راح اختار هذا واختار هذا، اما البقية راح نقصهم. لكن إذا كان في ثمار موجودة هنا يجب أنك تترك هذه الثمرة وتقص من فوق الثمرة، هذا أهم شرط للتقليم. إذا كان في ثمرة موجودة هنا أو هنا ما تقص اللي هو الفرع اللي يزال، الفرع اللي يزال لا تشيل الثمرة الموجودة لأول واحدة. يعني نبدأ الحين عندي أنا ما في ثمرة عندي أنا هنا، فلذلك راح أقصه من الناحية هذه. الآن حنا قصينا هذا وقلنا هذه الطريقة الهولندية، وطبعا هذا نقصه يصير عندنا النبات. أخذنا هذا ونزلناه وأخذنا هذا ونزلناه، طبعا في ثمار راح أخذها إن شاء الله بعد انتهاء الشرح. نزيل هذول لأنه بعيد عنهن، فبعيد عنه الثمار. فالآن قلنا نعتمد على هذا وهذا والباقي راح نزيله. طبعا انا بختار واحد اخليه يروح يمين وبختار واحد يروح يسار، فلذلك راح اقص هذا واعتمد على هذا. هنا في ثمرة، طبعا الثمرة هذه اذا كان فيها قمة نامية نقصها ونخلي الثمرة ونعتمد على طبعا لا بختار هذا وبزيل هذا علشان هذا قوي. راح اجيب له طبعا في حبل له، هذا حبل حامل محصول، راح اخذه وباخذه بالجهة اليسار وهذه بخليه بالجهة اليمين وقصها بهذا الشكل. قصيته، هنا في ثمرة طبعا هذا عندنا راح أقصه، لكن يفترض أننا نخليه في ثمرة. أقصه هنا وأقص هنا وخلي هذا ثمرة، هذا يشوف الحين فيها ثمرة، خلاص كل فرع أخلي فيه ثمرة والباقي راح أقصه. هنا راح يقص، هنا راح نقصه، كذلك هنا في ثمرة، طبعا هذه في ثمرة هنا في ثمرة راح نخليها ونقص
الجهة هذه، وفي ثمرة بعد ثانية ممكن أخليها وأقص البقية بهذا الشكل. الحين قصيته، الحين هذا صار فرع كامل، الحين هذا فرع، الحين هذا صار فرع، والثاني الحين راح نمشي على هذا الكبير، والبقية راح نقصه مثلا الفرع اللي بالخلف علشان ما يضايق الشتلات اللي بالخلف. راح أقص هذا بالشكل هذا وراح نشيلها برا. طبعا الواحد يضيق صدره لما يقص نباتاته، لكن عشان علشان الدرس. هنا في هنا في هذا فرع، طبعا هذا في فرع هنا موجود، هذا اخلي الثمرة هذا واقص فوقه بالشكل هذا. الان خليت فرع وفيه ثمرة، كل فرع يطلع لك تخلي ثمرة وتقص الباقي بالشكل هذا. راح اخذ اقص هذه على اساس ما تضايق اللي بجنبها، لكن اشوف الثمرة وينها واخلي الثمرة، ما في ثمرة خلاص اقصه بالشكل هذا. الآن خليناه الحين على فرعين، هذه الشتلة الحين صارت على فرعين. هذه الطريقة الإسبانية. طبعا هنا فيه خلق قصهم علشان طبعا هنا هذا في هنا واحد نقص هذا ولا نخلي اثنين نقص هذا، وهنا في فرع، في فرع الفرع هذا في ثمرة وفي ثمرة، نقص الرأس هذا ونقص الرأس هذا. طبعا انتهينا احنا، هذا هو صار القمة، هنا في ثمرة وهنا في ثمرة، نقص القمم النامية ونخلي الثمار الباقية بالشكل هذا. احنا انتهينا، هذا جهة، هذا واحد فرع يربط في حامل محصول، طبعا في حامل محصول في واحد، وهذا في واحد، لكن باقي نشيل القمة منه. طبعا نخلي واحدة ثنتين، نقص القمة هنا وهنا في قمة، نقص القمة بالشكل هذا. كذا انتهينا من الجزء هذا. الآن الثانية نبي نخليها بالطريقة اللي هو الإسبانية، تعطيك أكثر إنتاجية وتعطيك أربع فروع وليس اثنين فرع مثل هذا بالشكل. طبعا الحين هنا نزيل الأسفل، الأوراق كل الأسفل ده نشيلهم، ويصير عندنا لازم نختار اثنين من الفروع. خلينا نختار الحين هذا سبعة، قلنا هذا سبعة، لازم نزيل اللي بالخلف على أساس انه ما يضايق اللي بالخلف. نزيل هذا، احنا قلنا واحد فرع يمين وواحد فرع يسار، ونزيل هذا بالشكل هذا. الآن شلنا نصها ونوخره، طلعوا على برا على انه شتلة كاملة اللي ازلناها. الآن اثنين، والاثنين هذا يصير اثنين، يعني هذا اثنين وهذا يصير اثنين، البقية راح الزيادة راح نزيلها. هنا هذا فرع، طبعا هذا الفرع الرئيسي قلنا حنا، هذا الفرع الرئيسي قلنا حنا هذا الفرع الرئيسي، وهنا طلع الفرع الرئيسي طلع منه اثنين وهذا طلع منه واحد، ويطلع فرعين منه. خلاص حنا نربي النبات على اربع افرع، واحد اثنين ثلاثة اربعة، والباقي نقصه. هنا هذا فرع طالع من هنا، هذا فرع طالع، راح نخلي ثمار والباقي نقصه. يعني هنا نقصه بالشكل هذا، وهنا الثاني الطرف الثاني نخلي واحدة ثمرة أو ثمرتين والباقي نقصه بهذا الشكل. خلينا ثمرتين لكل فرع، ويفترض أن يكون ثمرة واحدة، لكن حنا بما أنه عندنا شغل منزلي فنخليها ثمرتين، وهكذا. بالجهة الثانية برضو نتعامل معه حتى أنه ينتهي كامل النبات. راح أقلمه كله وبعدين أكمل تصوير. الحين خليت طلعته على فرعين، والفرع اليمين خليته على فرعين، ويمتد فرع لحاله إلى السقف، بس بشرط أنه نخلي
الفرع اللي طالع من العقل أو مع الزاوية نخليبه ثمرة أو ثمرتين أو ثلاث ثمرات على حسب مزاجك. هذه طريقته. والجهة الثانية خلينا فرع، والفرع طلع فرعين وممتدات إلى السقف المحمية أو إلى حامل المحصول، وربطناه في حبل مثل الطريقة هذه. هذه ربطناه إلى السقف بهذه الطريقة. راح ننتقل إن شاء الله للفلفل الرومي. هذا الفلفل الرومي، فلفل الرومي نشيل جميع الأوراق اللي بالأسفل بهذا الشكل، وبعدين طبعا هذا هو الفلفل الرومي. طبعا هذا هو ساقين أو فرعين، هذا فرع، هذا فرع، وهذا فرع. الفرع هذا نخليه فرعين بالطريقة الأسبانية، والفرع هذا، الفرع هذا نخليه فرعين. يعني هذه ممتازة مقصصة 100% ولا فيها أي حاجة بالطريقة هذه. وبعدين نطلع فوق ونخليه يستمر النبات إلى على 4 فروع، وأي شيء يطلع من الفروع نخليه ثمرة واحدة بس له والباقي نشيله. يعني على سبيل المثال ناخذ الفرع هذا، الفرع هذا طالع منه تفريع، هذا طالع منه فرع. الفرع هذا لازم نخليه بس ثمرة واحدة، والقمة النامية حقته نقصها. طبعا هنا ما في قمة نامية بس في ثمار راح اتركها. وهنا طبعا هذا الرئيسي طالع من هنا سأل له فرع، الفرع هذا راح نشيل طبعا نخليه ثمرة، والراس حقه نشيله بالشكل هذا. طبعا خليت ثمرتين ونشيل الراس حقه بالشكل هذا، شلنا هذه، شلنا الراس حقه اللي هو القمة النامية، خلاص يصير ما في نمو، يتوقف النمو، يبدأ يغذي هذه اللي هو الثمرة. هنا طلع هذا منه فرع، هذا القمة الرئيسية أو القمة النامية، وطلع منه فرع. الفرع هذا راح أخليه بثمرة أو ثمرتين وأقص فيه اللي هو القمة النامية. هذا القمة النامية نقصه ونخلي بالفرع هذا، نخليه ثنتين أو واحدة أو ثلاث على مزاجك، ما حد يقيدك في شيء ما دام هذه النباتات نباتات منزلية. بعدين نطلع فوق، هنا في فرع، هذا في فرع، وهنا في قمة نامية. نقص القمة النامية، نحاول نقص القمة النامية لحالها ونخلي الثمار. أنا خليت ثمرة ثمرتين، وهذه القمة النامية الأصلية نخليها تتجه إلى الأعلى ونربطها بحبل حامل المحصول. وبعدين حنا نتجه للمكان الآخر اللي هو الجهة الثانية. هذه الجهة الثانية طبعا الأوراق اللي تحت قلنا حنا نقصهن، نشيل الأوراق هذه ونبقي ذول لتغذية النبت، الثمار الموجودة عند اللي هو الثمار، الأوراق تغذي الثمار. هنا هذا اللي قلنا الفرع الثاني اليسار، هذا خلصناه وقلمناه مضبوط ما يحتاج، ننتج للثاني. الفرع اليسار طالع فرعين، خلاص هذا فرعين رئيسيات، وخلاص نخلي مثلا هذه فيها فرع، الفرع هذه ما فيها شيء، ما فيها ثمار، نقصه ما نحتاجه. وبعدين نطلع هنا، هذا فيه ثمار، في ثمار هنا في تقريبا ثنتين، والباقي مثلا نشيله. هذه القمة الثانية، قمة الفرع اللي على اليمين نشيله. بعدين نروح للثاني، نمسك الفرع الرئيسي، هذا الفرع الرئيسي متجه وطالع منه فرع، الفرع هذا نقص القمة حقته ونخلي فيه ثمرتين، وهكذا. وهذه قمة الأصل، وهذه قمة جديدة فرع، نحاول قدر المستطاع أننا نقص القمة حقت هذا وخلاص وانتهى الموضوع. صار الحين الطريقة الهولندية، يطلع فرع، الفرع يتحول إلى فرعين، ثم الفرع يتحول إلى فرعين، يصير عندنا 4 قمم نامية متجهة إلى أعلى المحمية. هذه بالنسبة للطريقة الفلفل الحار، وهذا فلفل الرومي.